مصر فعلا ام الدنيا، مصر فعلا قادره دايما انها تحقق المستحيل. طول عمر المصريين كلمه فراعنه مش عيب، هم فراعنه فعلا، احنا فراعنه المصريين فعلا. لما بنحب نعمل بنعمل فعلا. ابنائكم اللي انتوا شايفينهم قدامكم دول رفعوا علم مصر 9 مرات في بطولة من اقوى البطولات التي اقيمت منذ بدا الكاراتيه ينظم بطولات للعالم. 9 مرات نشيد مصر يعزم في هذا الوقت. الحقيقه هي دي كانت الرساله وكان الامل اللي كلنا عايزين نوصل له. وبقول لحضراتكم ان هؤلاء الابناء تاج فوق راسنا وكنا بنتباهى بيهم، وفعلا لو حضراتكم شفتوا السي في ده مش هتصدقوا قد ايه كرامه والعزه اللي احنا حسينا بيها. يمكن احنا الايام دي محتاجين نعظم قيمه الانتماء. الانتماء ما هوش كلمه فقط ولكنه عطاء ثم مقابل. انا عايز اقول لهم حاجه، انتوا عملتوا الصعب لكن الاصعب ان انتوا تحافظوا على المركز دوت، فحاولوا ربنا يكرمكم تتمرنوا. واتمنى الاتحاد الكاراتيه طبعا كل تقدير وكل احترام وكل فوق كل انتصار ان شاء الله. وعايز اشكر اتحاد الكاراتيه على المجهود اللي بيعمله الدكتور ايمن، واشكر كتير قوي الاكاديميه الدكتور اسماعيل اللي هو بيرعى دلوقتي الرياضه في مصر، وفي لعيبه كتير قوي في مصر في الاكاديميه، اذا كانوا لعيبه ولا ابطال وقصدي يعني طلبه ولا غير الطلبه، شيء ده مهم جدا يعني. نظرة بطل اولمبي، هل حضرتك شايف ان مع التدريب ومع المعسكرات ممكن؟ كل شيء ممكن طالما احنا بنتمرن، وكل شيء طالما احنا شغالين كويس ربنا هيكرمنا ان شاء الله.